السينمون بارك او القرفة السيلانية. سينمون بارك It is the dried bark of the shoes of cypress trees of Cinnamomum zelenicum. إذا القرفة السيلانية أو السينمون بارك منشأ حقيقي إيش بيكون عبارة عن dried bark steam. إذا قشور الساقية الجافة، قشور الساقية الجافة لنبات Cinnamomum zelenicum. نبات Cinnamomum zelenicum. العائلة لوراسيا. Deprived of most of its cortex. تكون عادة مقشرة خالية إيش من نسيج الكورتكس أو من خلايا الكورتكس. إذا عرفت الآن أن السينمون بارك عبارة عن إيش؟ عن dried steam, dried steam bark, dried steam bark. الاسم العلمي النبات هو المنشأ النباتي والسينمونيوم زلانيكم. decortication من القشور المقشرة. decortication. هذا شكل السينمون بارك. شكل السينمون بارك عبارة عن إيش؟ عن chinel bases. قطع إيش قنوية. ملتفة صح؟ هنا مثلا السينمون بارك الانر بارك شكل الانر بارك توينكس هنا الترانسفير سيكشنز لاحظ الـ A هو السيكريتس لايرز أو باراسايكلز والـ B هو الفوليوم لايرز containing فوليوم فايبرز هذا البودرز عادة يحتوي على من؟ على السيكريتس أو خلايا السيكريتس وتكون هي الخلايا الحجرية أما الفوليوم فايبرز حق السينمون بارك عادة ما يكون إيش نارو لومين يكون إيش ضيق حق التبويب إيش ضيق ويكون عادة تابرينج إيش تابرينج إيش يعني إيش مدقق النهاية حقه مدققة غير حادة مدققة هنا شكل السينمون بارك أو أشكال السينمون بارك هنا مثلا لاحظ معي إن الفوليوم فايبر أجزاء رقم واحد عندك رقم واحد واثنين ثلاثة أربعة وهذه أجزاء والكي إليمنتس أو المفاتيح الأساسية اللي تعرف على مين؟ على البودر أوف سينمون إذا البودر أوف سينمون أو سينمون بودر سينمون بودر اللي الفوليوم فايبرز ستارش رقم ثلاثة عندك مكتوب واحد ثلاثة طبعا واحد اثنين السكرايدس أو الباراسايكلز الثلاثة مكتوب عندك ستارش جرينز الفراجمنتس أو برانشيما ما عليك إلا ليش الآن في هذه الحالة أنك تقارن الأس بالشكل هنا نتعرف على مين الأشكال أشكال كي إليمنتس أو كي إليمنتس هي مفاتيح إيش التعرف على مين على الدواء على شكل إيش بودر هنا يا عزيزي ال it is light brown البودر هذه الخصائص المكرو يعني حاجة تشوفها بالعين مجردة زي إيش اللايت براونز او يلويش براونز اذا عرفت انه لايت براونز يكون لونه بني لايت براونز يلويش براونز هذا لون البودر اروماتيك ادارس رائحه عطريه مميزه سويت تيست اما بايش تميز البودر زي ما قلنا نوميريس ان ايكوالي ثيكنيد ايزودايمتريك سكريدس اذا يتميز انه يحتوي على مين على السكريدس او خلايا السكريدس والخلايا هذه بايش تتميز إن أن إيكوالي تكنيك أسماك إيش غير متساوية إذا تتميز إن أسماء الأسماك حقا غير متساوية شوف أن إيكوالي تكنيك أيزودايمتريك تكون متناظرة عادة إذا الآن عرفتوا أول حاجة السكريدس وهي عبارة عن سينجلي تكون منفردة أو متجمعة عشان مجموعة إيش صغيرة إذا السكريدس باش تتميز يا شباب تتميز إن أن إيكوالي تكنيك بإن أسماك غير متساوية وإذا ممكن تكون سينجلي منفردة ممكن تكون بشكل إيش مجموعة الفايبرز أيضا الفايبرز تكون غني البودر حقق غني بالفايبرز بالألياف which usually occurs singly أيضا الفايبرز ممكن يكون إيش الآن منفردا سينجلي أو مرتبط with سكريدس أو يكون مرتبط من بالسكريدس of the paracycle إذا عرفت الآن نقطتين صح من 200 من الكي إليمنتس وهي أو من المفاتيح الدوائية ومفاتيح التنقل على الدواء وهي السكريدس والفايبرز إذا خلايا السكريدس خلايا الفايبرز الفايبرز which usually occurs singly يعني يظهر بشكل منفرد ولا مرتبط مع من؟ مع خلايا ايش؟ السكريدس نجي نشوف رقم ثلاثة أها عادوا أيضا الفايبرز ممكن يكون مرتبط مع من؟ مع الخلايا أويل سيلز مع الأويل سيلز and the parenchyma of Williams إذا الآن الفايبرز بايش يكون مرتبط؟ ركز معي الآن مرتبط بثنتين الفايبرز ممكن يكون مرتبط بالسكريدس اثنين ممكن يرتبط من الآن بالخلايا الزيتية بالأويل سيلز ثلاثة ممكن يكون مرتبط من
بل بلانشيما أو دافويا. أيضا تحتوي على غزيرة أو غنية بمين بالنشا. أيضا البرانشيما ثين ولد برانشيما، إذا برانشيما هكا جدار رقيق. أيضا تحتوي على مين؟ على الخلايا، الخلايا إيش؟ الشعاعية، خلايا شعاعية، الخلايا الشعاعية هي الميدولاري ريز. الميدولاري ريز هذه على شكل إيش؟ زي قمع الفصل، اللي تسمى خلايا قمعية. ميدولاري ريز، ميدولاري ريز أو فوليوم للخلايا إيش؟ الفوليوم أو نسيج إيش؟ الفوليوم. الفوليوم تحتوي على مين؟ على إيش؟ على أشكلار كريستالز أو كالسيوم أوكسالات. إذا تحتوي على مين؟ على بلورات من كالسيوم أوكسالات. إيش بيكون شكل البلورات هذه يا حبوب؟ أشكلار، إيه بدي الشكل؟ أشكلار غير إيش؟ غير حنفية. طيب هنا كوركسيلز كمية بسيطة لأنها مقشرة، كوركسيلز كمية بسيطة من خلايا إيش؟ الكوركسيلز. أيضا تحتوي على البرانشيما، تكون مرتبطة مع مين؟ مع الأويان إيش؟ سيلز. أما المواد الفعالة فهي زي الطيار. زي الطيار أهم واحد منهم إيش بيكون؟ السيراميك إيش؟ الدايد والإيجينول أند أذر تريبيز. أيضا تحتوي على مين؟ على التانينز أند مسليج. تانينز أند مسليج. إذا معي الآن فلوتال أويل صح؟ فلوتال أويلز. فور إكزامبل إيجينول، سيراميك الدايد، سيراميك الدايد، سيراميك الدايد، أذر تريبيز. إذا كيف تتعرف الآن على البودر كيميائيا؟ تتعرف على الكواشف الزي في الطيار. ما هي؟ الالكالات نيكشرز والسودنتري. فلوتال اويلز كومبيوت اوف سيراميك الدهايد زائد ايش؟ ايجينول زائد ايش؟ اذر تربينز. تانينز بايش تعرف على بال اف اي سي ال 3 بالفريكرايز. المسليج بايش تعرف على بالريثينيوم ريجن. ريثينيوم ريجن هنا استخداماته يا عزيزي كربونيتيف فلافورينج ايجنت اروماتيك انتيسبتيك اند ميل سترينجنت. ميل سترينجنت A Chinese cinnamon, Chinese cinnamon أو القرفة الصينية. القرفة الصينية عبارة أيضا عن dried steam bark. بس الاسم العلمي هنا بيختلف شوية، هي السينموميام كاشيا. سينموميام كاشيا. إذا نطلق على هذا النوع من السينمون كاشيا بارك. كاشيا بارك أو الدار الصيني. دار صيني أو القرفة الصينية. كاشيا بارك. وهذه أيضا تكون غير مقشرة. occurs in chinelled basin. إذا تظهر على شكل أجنان قطع قنوية، ممكن تكون منفردة ولا كويلز ريشية. طولها من 5 إلى 40 سنتيمتر لينث، والعرض حقها 1 إلى 2 سنتيمتر، بالإضافة إلى حق السمكة تكون من 1 لكام إلى 3 مليمتر. هذا الشكل من القرفة الصينية غير مقشر. لاحظ غير مقشر يعني بيحتوي على نسبة عالية من بين للبسليج ونسبة عالية من فين من التانينز. هذه أيضا الصور هي الكيلمينز أو المفاتيح إيش؟ على نتعرف في بعض الأشكال، أشكال، الأشكال، أشكال. طيب، الأوتر سيرفيس للقشرة القرفة الصيني. The dark, earthy brown colors and smooth، لأنه غير مقشر يكون بيكون لونه أيضاً بلون الأرض، صح؟ earthy brown، لو قشرناه بيتبقى لونه أيش أصفر. بس هنا earthy brown colors and smooth، يكون ناعم but with patches of thin grayish color. Still adhering، يكون ملتصق من الطبقة إيش؟ الخارجية أو الأوتر إيش؟ سيرفيس. The fracture is short، تكون حقبة تغذية قصيرة. أنا يهمنا الآن إيش؟ يهمنا إحنا إيش الآن؟ الريزمبل إنه تشبه الآن الميكروسكوبيكالز، الميكروسكوبيكالز الآن الميكروسكوبيكالز تشبه مين؟ السينمون بارك. إذا نقدر نقول إنه ميكروسكوبيا تتشابه مع مين؟ مع السينمون بارك. شوف it resembles cinnamon in others and tastes. But it is less delicate in aroma and more مسرقين. ليش قلنا؟ لأن هنا في أحد أجزاء الطيارة بيكون إيش؟ مش متوفر، ذات delicate in aroma، حق الرائحة بتكون أقل، والسبب إن لا تحتوي على مادة الإيجينول. هنا more مسلج لأن تحتوي على نسبة عالية من المسلج غير مقشرة. Stringent قابضة بسبب الأعفاص، الأعفاص تحتوي على نسبة عالية إيش؟ من الأعفاص. هنا إذا كاشيا بارت ريزمبل سينامون، إذا تتشابه مع القرفة من حيث الخواص ايش؟ الميكروسكوبية او ما يسمى عندنا بالخواص الذكرية. الهيستورين ستراكشر اكسبت ذا بريسنس اوف كورك اند كورتكس. اذا بس فقط تتميز انك تحتوي على نسبة عالية من خلال الكورك خلايا الكورتكس. تحتوي على نسبة عالية من خلال الكورك خلايا الكورتكس. تحتوي على نسبة عالية من خلال الكورك خلايا الكورتكس. الاكاشيا ايضا از ديستنجويش تتميز فروم السينمون باي. اذا قلنا الان تتشابه صح؟ تتشابه
ما عدا ان خلايا الكورتيك بتكون متوفره بشكل كبير في القرفه الصينيه، بسبب انها القرفه الصينيه غير مقشره، القشور حقيقة غير مقشره بدون تقشير، بينما السينامون بارك بتكون ايش مقشره. طيب هنا ايضا بايش تتميز الكاشيا؟ الاكاشيا بايش تتميز عن القرفه؟ بيبقى اذا غنيه من خلايا الكورتكس. الويدر فوليوم هنا كناره، هنا ايش بيكون؟ يعني نفسه بس هناك شكله شويه، هناك كان نارو، هنا ايش بيكون؟ ويدر. هناك الحبابات اللي جاء سمول، هنا بيكون ايش؟ لاب. اذا عرفت الان اميز صح ما بين القرفه الصينيه والقرفه ايش؟ السينمون بار او القرفه السيلانيه. هذا السلايد يوضح لك الفرق الكامل ما بين القرفه الصينيه والقرفه ايش؟ السيلانيه اللي هي السينمون بار والكاشيا بار. هنا من هذا السلايد تقدر تميز مع بداية تقرا ليش السلايدات القادمه، ليش؟ لانه خلاص متشابه متشابه تتشابه من حيث ايش الان؟ من حيث الاجزاء الميكروسكوبيه، فقط الاختلاف بيكون من حيث انه خلايا القرفه الصينيه بتكون غزيره متوفره بشكل كبير خلايا الكورتكس، والسبب يعود لان هذا غير مقشر. الويدر فوليوم فايبرز او وسمى عندنا في الفوليوم فايبر، هنا بيكون ايش؟ هنا كان ايش؟ نارو، هنا ايش بيكون؟ ويدر. النشا هنا كان ايش؟ سمول، هنا يكون ايش؟ لارج. وهذا ايضا ايش؟ اجزاء ممكن تعود اليها وتقراها وتتفرج بالرسمه بشكل ايش؟ بتعني خلاص ما فيش داعي، زي ما قلناها خلايا الكورك موجوده، خلايا الكورك سيلز. اذا خلاص هنا البودر واضح، دارك ويث اروماتيك ادرز مسلجينيوس ترينجن تيست، نفس الكلام كورك سيلز توجد خلايا الكورك، بتكون غزيره بخلايا الكورك خلايا الكورتك خلايا الكورك خلايا الكورتك بسبب انها ايش؟ غير مقشره. شوينج الترنيتنج لايرز اوف تين ولت سيلز، اذا بتكون ايش؟ متقابله طبقات ايش؟ متقابله من الخلايا الجداريه الرقيقه. ايش تحتوي هنا؟ with pale brownish content عن محتوى اصفر اللون thick ولد lignified cells وايضا خلايا صلبه سميكه تحتوي على ماده اللجنين مع وجود ايضا reddish brown content. طيب fragment of abundant cortical and parietal sclera. ايش يهمك انت من هذا كله؟ يهمك ان هذا الان القرفه السيلانيه الصينيه تحتوي نسبه عليه من خلال الكورس سيلز، تحتوي ايضا على نسبه عليه من خلال الكورتيكالز اند الباسيكالز. اوكي بايش ايش يهمك الان؟ الفراجمنتس تحتوي نسبه عليه فين؟ من خلال الكورك سيلز. ايش يهمك ايضا؟ غنيه ايضا من خلال الكورتيكالز اند الباسيكال ايش؟ ايش كمان يهمك ايضا هنا؟ ايضا غزيره البراسيكلز اند الفوليوم فايبر، ايضا ستارش جريز، ايضا البرانشيما والميدل ريز، نفس الكلام تكلمنا هناك، ايضا كشكل الكالسيوم اكسلات ايش بيكون؟ اسيكولار، البرانشيما موجوده، الاويال سيلز موجوده، اذا خلاص نفس بين السينامون ايش؟ بارك. المواد الفعاله ايضا نفسها، المواد الفعاله او الفروتالويالز كونتيننج سيناميك ايش؟ السينامين الدايت، شوف نو ايجنول. ايضا بالنسبه للتانينز والمسالك بتكون اقل 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 بسبب انه ايش؟ قصدي هنا بتكون ايش؟ اقل فين؟ هنا بتكون اقل بل سينامون بارك، هنا بتكون ايش؟ مرتفعه التانينز والمسالك، ليش؟ لان هذه غير مقشره وهذه كانت ايش؟ مقشره. نفس الكواشف الكيميائيه، كاشف زيت الطيره، كاشف التانينز، كاشف ايش؟ المسالك. الاستخدامات ترمينيتيف اند فلافرنج ايش؟ ايجنت. نرجو انكم ايش الان استمتعتم ايضا ببقايا محاضرة ايش القشور، مع تمنية لكم بالاستفادة العلمية، واي تعليقات او استفسارات نحن ايضا موجودين اعزائي الطلاب. شكرا لكم على حسن استماعكم، والى اللقاء في محاضرة ايش قادمة.